سيرين مرابط أول امرأة تترأس ناد لكرة القدم في تونس. تونس الحبيبة بنقولكم تحياتنا لأهلنا وحبايبنا في تونس. النادي هو نادي الأولمبي للنقل، فريق كبير وعريق بس تراجعت نتائجه من عام 2003 وأصبح في القسم الثالث. سيرين امرأة طموحة ومحامية وسيدة أعمال، فازت بالانتخابات حاملة مع مشروع الكبير لإعادة مجد هذا النادي. مراسلتنا كمان عنا احنا مراسلة في تونس اسمها رجاء السعداوي وهذا اللقاء. سيم ربع عزي حقوقية، أم لثلاث أطفال، أول امرأة رئيسة للنادي أولمبي للنقل. مرحبا بصدى الملاعب ومرحبا بجمهور مصطفى الآغا اللي نحبه برشا، البرنامج اللي نتبع فيه اليوم باش تعيشوا معايا كيفاش نعيش نهار مباراة مهمة جدا بالنسبة لفريقي كرئيس جمعية. مرحبا بكم. أول نهاري يبدأ بالليكول بالمدرسة، نهز عندي زوز ولاد في المدرسة نهزهم، عندي واحد معايا يقعد معايا يعدي معايا الصبحية، بعدي كان نمشي للخدمة متاعي وبعدي كان عدي المباراة. الفكرة بدأت بالطموح، أنا إنسانة نعشق التحديات، نعشق الريادة، نعشق القيادة، ريت في روحي المواصفات أنه النجم نقود فريق اللي كان عنده أمجاد كبيرة. أكثر إنسان دعمني في حياتي هو نبيل بوعزي راجلي، هو رجل أعمال مقيم بكندا، دعمني عدالي حبه للرياضة بما أنه هو لاعب سابق في نادي الأولمبي للنقل. مريت بمرض خبيث عافانا وعافاكم الله، نهار 16 مايو 2020 تولدت من جديد، تولدت سنين أخرى، تخليت على شعري، كنت بلاش شعر بلاش رموش، ذاك الكل توا هو اللي عاود بنالي شخصيتي، ما عادش نخاف من حد شيء الحمد لله، من محنة صحية إلى امرأة قيادية. علاقتي وطيدة بعالم السياسة، أنا دخلت لها لأجل أستاذي وأبي الروح الرئيس التونسي القيس سعيد، كنت في الحملة متاعه منسقة، كنت المفوض القانوني على ولاية تونس. أكيد قبل ما نمشي للملعب لازم نجي لهنا المحط البنزين متاعي اللي هذا هو مصدر رزقي، هذا هو الباب اللي حلي باب الإدارة في الملعب مش خليني نكون رئيسة، اللي أنا ترأست العمل متاعي لهنا، عندي طاقم معايا بما أنه أنا المسؤولة الوحيدة لهنا على رزق راجلي وعلى فلوسنا كعائلة. بعد ما مشينا للمحط البنزين توا باش ندخل الملعب، ولهنا باش ننسى ستريس نتاع نهار كامل، ولهنا باش نندمج مع لاعبيتي وباش نعاود نعبي بعدك السلبيات نتاع الخدمه والفلوس والشيكات، لهنا باش نعاود نعبي الشحنه نتاعي. لقيت يعني شوية صعوبات إنه لا كيفاش مرأة في منطقة الملاسين، فكيفاش المرأة بعد أسماء تزعزع جات يعني بعد الوزير وبعد المحامي وبعد السياسيين وبعد الرياضيين الكبار تجي سيرين المرأة بتترأس. علاقتي مع الملعبية ومع الإطار الفني ما تنجمش تكون كيما علاقة رئيس راجل ذكر، علاش؟ على خاطر ديما نحكي معه بمنطلق الأم، منطلق الأخت اللي تخاف عليهم، اللي العاطفة أكثر من الأمور المادية ومن الأمور الفنية، نحاول نأطرهم، نحاول نفهم مشاكلهم، نحاول نتبعهم حتى في قراياتهم، في مرضهم، في ضربتهم. أنا كي أبدأ ملعبي تضرب نحسه كأنه ولدي، معنا تضرب نتفاعل معاه، نقعد نسأل عليه. علاقتي بالجمهور هي علاقة في كنف الاحترام، ثم جمهور محب، ثم جمهور مؤيد، ثم جمهور معارض، نحاول نحتويه والعبيد الكل، نحاول نعطوا ونحكيه مع الناس الكل باللغة اللي يحبوها هما، باللغة اللي يفهموها هما، ما نكونوش في برج عاجي، لازم تسمع انتقاداته، لازم تسمع اقتراحاته باش نجم تتواصل وباش نجم تبني يعني في الجديد. شكرا مرة أخرى لبرنامج صدى الملاعب على الفرصة هذية اللي بينا من خلالها المثال متاع المرأة التونسية، وإن شاء الله يتعمم للمرأة العربية ككل وتفك بلايسها في مواقع مصيرية وسيادية إن شاء الله في الميدان الكروي.